يا مساء الخير واهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده والسادسه، تحياتي بدايه لكل الاهلاويه اللي هيتابعوا معانا حلقه النهارده. يوم مش احسن حاجه في الدنيا، يوم عدينا يعني بايام زيه وكتير وقادرين نخرج منه افضل. من حقك تزعل، هارد لك طبعا على ماتش امبارح، على الرغم من انه الاهلي لا يعرف الاستسلام، والاهلي لا يعرف الياس، والاهلي لا يعرف المستحيل. خليني اقول لك انه او خلينا نحط العنوان الرئيسي لمواجهه الاهلي وسان داونز. فوز كان في المتناول ولكن التعادل عادل، خلينا نبقى منطقيين وموضوعيين. التعادل عادل الحقيقه امام فريق، وانا كلمتكم طبعا يعني سان داونز احنا اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات، ومن يمكن اكتر من شهر واحنا بنتابع فرق مع الاهلي في بطوله دوري الابطال. قلت لكم فرقه سان داونز هي افضل فرقه بتلعب كوره في قاره افريقيا، وقد كان الحقيقه فرقه عندها شخصيه، فرقه عندها عناصر وعندها على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي تفوق الحقيقه، وحاله من حالات الانسجام اللي ما بتحصلش الا نتيجه شغل كتير، ونتيجه انه فريق زي ما قلت لكم عنده شخصيه. شفته في كل المواسم الاخيره المنافس الاول للنادي الاهلي، ما بيكملش، يمكن ما عندوش شخصيه البطل او روح البطوله، ما عندوش دوافع تخليه ينافس لاخر المشوار، لكنه يظل واحد من الفرق لازم دايما تحطها في حساباتك وتعمل لها كل اعتبار واحترام. وقد كان الحقيقه لعبوا مباراه كبيره جدا، وفترات كثيره جدا من عمر المباراه كانوا افضل مننا. بس في حاجات مهمه جدا في التفاصيل لازم نقف عندها. انا امبارح ابتديت الحلقه وقلت انها مباراه البعد عن حسابات اللازم واللو، ولكن دلوقتي النهارده وبعد نتيجه المباراه اللي انتهت بالتعادل 2-2 لازم نخش في قصه لازم ولو. وعشان اللازم واللو تبقى مرتبطه بالارقام والحسابات، خليني اقول لكم، وانا مستغرب ده بصراحه، يعني مستغرب انه الناس ما عندهاش قدره على قرايه ارقام وحسابات بسيطه جدا، لكن كل اللي بيقول انه الاهلي مطالب بالفوز في المباريات الاربعه المتبقيه ليه في دور المجموعات، هذا امر غير صحيح. مش دي الحسبه الوحيده او مش دي الحسبه المنطقيه، وان كنت اتمناها وكنت اشوف الحقيقه انه افضل رد على بدايه غير موفقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، مش بالنسبه لتذكره التاهل، بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، انه الاهلي يفوز بالاربع المباريات بما فيهم سان داونز. وهقول لكم ليه نفوز على سان داونز في جنوب افريقيا، لكن الاهم من ده خلينا نتكلم على الارقام. الاهلي مطالب فقط لا غير، الاهلي متبقي ليه اربع مباريات، مباراه مؤجله في الدور الاول من دور المجموعات، ثم الثلاث مباريات بتوع الدور الثاني. يعني احنا هنلعب مع القط مرتين، وهنلعب مع الهلال مره هنا في القاهره، وهنلعب مع سان داونز مره في جنوب افريقيا. ايه المطلوب من الاهلي؟ المطلوب من الاهلي الفوز في ثلاث مباريات فقط من الاربع مباريات المتبقيه، بشرط ان تكون منهم مباراه الهلال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي سان داونز في صداره المجموعه ولعب ثلاث ماتشات عنده سبع نقاط. في المركز الثاني الهلال السوداني لعب ثلاث ماتشات وعنده ست نقاط. في المركز الثالث الاهلي لعب مباراتين وعنده نقطه وحيده، ويتبقى ليه اربع مباريات. طب ليه نكسب ثلاث ماتشات بس بشرط ان تكون منهم مباراه الهلال؟ لانه في الحاله دي حتى وان فاز الهلال هيبقى فاضل له ثلاث ماتشات منهم واحده مع الاهلي. هنعتبر الاهلي قدر يكسب الهلال هنا في القاهره، فبالتالي اقصى حاجه ممكن يوصل لها الهلال في رصيده ست نقاط اضافيه. على ستة موجودين عنده في الرصيد يبقى الهلال أنهى مشواره ب 12 نقطة. في حالة فوز الأهلي في ثلاث مباريات منهم مباراة الهلال، ده معناه أنه هيضيف على رصيده تسع نقاط أخرى، وبالتالي يبقى مطلوب منه فقط لا غير على أقل تقدير التعادل في مباراة سان داونز. وبالتالي هنا الحسبة تفرق معاك بشكل كبير جدا لو أنت قدرت تكسب المباريات المتبقيه ليك، واهمهم طبعا اللي اصبحت مباراه في منتهى الاهميه، مباراه القط الكاميروني اللي هتكون ان شاء الله يوم السبت القادم. فبالتالي مشوارنا مش مستحيل، مشوارنا نقدر عليه بشكل كبير، وانا اعتقد انه كمان الهلال اللي هو بقى منافس اساسي او رئيسي ليك في المجموعه، انا بعتقد انه سان داونز الى حد كبير لو لم تحدث مفاجات، وخصوصا انه هيقابل اهلي في المباراه اللي جايه على ارضه، الى حد كبير حسم واحده من بطاقتي التاهل. تبقى البطاقه الثانيه الباقيه بينك وبين الهلال السوداني، وباذن الله قادرين على التاهل على حساب الهلال. طب نيجي لمباراه امبارح وعندي فيها كلام كتير، خليني ابدا مع حضراتكم الحقيقه قرايه سان داونز. سان داونز الحقيقه فريق من الفرق اللي بتلعب كره السهل الممتنع، وعندهم شخصيه قادرين يفرضوها
بره ملعبهم وجوه ملعبهم. لكن مع كل ده الحقيقه عندهم سذاجه دفاعيه مطلقه. ولو احسن النادي الاهلي التعامل مع هشاشه خط دفاع نادي سان داونز امبارح كان ممكن سيناريو المباراه يتغير بشكل كبير جدا. انا ما بكلمكش عن ضربه جزاء ضايعه ضيعها محمد هاني، ما بكلمكش عن تقدم كان من السهل جدا انك تحافظ عليه. وخد بالك انه الهدفين اللي دخلهم فريق سان داونز امبارح في مباراه الامس من اخطاء ساذجه جدا. راجع اللقطتين سواء الهدف الاول او الهدف الثاني، الهدف الاول اللي سجله سان داونز هدف التقدم من ناحيه محمد هاني، خطا فادح من محمد هاني ومن الشحات ومن عبد المنعم ومن متولي، طبعا خلينا نقول متولي هو نمره واحد، ثم كانت التغطيه غير الناجحه من علي معلول. فتقريبا كل خط دفاعك شارك بسذاجه غريبه جدا في كره سهله جدا جدا تسببت في استقبال الاهلي للهدف الاول. نفس القصه في الهدف الثاني، رغم التكتل الدفاعي وجود خمس مدافعين داخل صندوق النادي الاهلي في مواجهه مهاجم وحيد، حاله دربكه ما بتحصلش في الدورات الرمضانيه ادت لانه الكره في النهايه تكون هدف تعادل. كان من السهل جدا تخرج من المباراه دي كسبان وتريح نفسك من حسابات بيرما، لكن خلاص دخلنا في قصه اللازم واللو. طيب اللي عايز اقوله انه الاهم بالنسبه لي من ده، عشان يبدو كمان انه في قصه الجزئيه التراكميه، انه عشان برضو ما نحملش الامور اكتر من طاقتها، الكلام ده لجمهور نادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مش مشجعين النادي الاهلي. انا بفصل دايما بين المشجع اللي بيحب يتفرج على الماتشات او اللي بيحب يعني يشجع نادي، وبين جمهور النادي الاهلي اللي واقف دايما دايما في ظهره. خلينا نفصل بين المباراه دي او مشوار الاهلي في دوري الابطال وحاله استنزاف القوه، وده اللي يمكن يقلقني اكتر، وده يمكن اللي يخوفني اكتر من اللي جاي، وخصوصا في ظل ابتعاد صفقات النادي الاهلي عن المشهد. احنا اتفقنا من البدايه خالص ان الموسم ده في دوري ابطال افريقيا، في كاس عالم، في بطوله عربيه، في سوبر ليج، ده بره المنافسات المحليه. مفيش فريق في الدنيا مهما كان اسمه ومهما كان الامكانيات اللي بيتمتع بيها ومهما كانت حاله افراده تخلي فريق يخش هذه البطولات مجتمعه في موسم واحد ويقدر او يحاول انه ينافس على كل الالقاب دي، إلا لو كان عنده سكواد أو قايمة كاملة على أعلى مستوى، وإلا الفرقة هتقع. وده اللي حصل، أنت قابلت سان داونز وقابلت الهلال من قبله وأنت تقريبا شبه مستنزف، أنت كنت دايس بنزين يعني بأقصى طاقتك في ماتشات كأس العالم، طلعت كل اللي عندك تقريبا. وبالتالي احنا لسه الموسم طويل ولسه دور المجموعات فيه اربع مباريات قبل ما نوصل حتى للادوار الاقصائيه. ماتشات الدوري هنا في مصر ما لعبناش نص الموسم، الاهلي لعب 16 مباراه من اصل 34 مباراه، فاضل له 18 مباراه في بطوله الدوري، فاضل له مباراه نهائي كاس قديم، فاضل له ماتشات كاس جديد قبل ما تخلص موسم لو خلصته في شهر 7 يعني على افضل تقدير، او يعني خلينا نقول نص 7 زي ما تم الاعلان من قبل اتحاد الكره ومن رابطه الانديه. لو خلصته في نص 7 فانت رايح في شهر 8 لبطوله عربيه هتكون اصعب بطوله عربيه على الاطلاق، وهتواجه فيها منافسه يمكن اصعب بكتير جدا من بطوله دوري ابطال افريقي، ومن بعدها تروح لسوبر ليج افريقي في نخبه الكره الافريقيه. فبالتالي سنه في منتهى الصعوبه في ظل اعتماد الاهلي على لغايه اللحظه، انا بكلم المشهد او اللي بقيس عليه عندي لغايه اللحظه اللي احنا واقفين فيها على 15 او 16 لعيب تقريبا. صفقاتك كلها سواء في موسم انتقالات صيفيه او موسم انتقالات شتويه ملهاش تاثير حتى اللحظه، باستثناء طبعا مروان عطيه اللي ابتدى يظهر في المشهد وابتدى يكون يعني عامل مؤثر، ابتدى يكون لاعب يصنع الفارق. والحقيقه مروان كان واحد من نجوم الماتش امبارح، بشوف هو نجم المباراه الاول ومعاه كمان حسين الشحات. لكن انه يحصل دروب في مستوى اربع او خمس او ست لعيبه في فريق بينافس على بطوله ده شيء صعب جدا، ونتمنى انه ما يتكررش. برونو سافيو، شادي حسين، بصرف النظر عن السبب، الكلام ماليش دعوه بالاسباب، وجهه نظر مستر كولر الفنيه، لعيب محتاج يشتغل على نفسه، لعيب بيتعرض لاصابه، لعيب بيشارك مع منتخب زي مثلا كريستو اللي بيلعب مع منتخب تونس للشباب. لكن في النهايه انا بكلمك على سكواد الاهلي
ناقص صفقاته. قندوسي ما ظهرش، سافيو ما ظهرش، كريستو ما ظهرش، شادي ما ظهرش، ميسي طبعا اعاره، خالد عبد الفتاح يمكن خد جزء من المباراه. ففي النهايه صفقات الاهلي المفترض انها تمثل اضافه الموسم الصعب ده ملهاش التاثير المنتظر او اللي احنا كنا متوقعينه، وده اللي بالنسبه لي في اللي جاي هو اللي يخوفني اكتر. ده بالنسبه لي في اللي جاي هو اللي انا اراهن عليه، خصوصا انه انت لسه ما دخلتش في معترك البطولات، لسه ما شفتش منافسه حقيقيه. دور المجموعات في فرصة التعويض، مباراة بتقع فيها تقدر تعوض في المباراة اللي بعدها. الدوري الحمد لله انت غايب وفارق متأخر يعني عن أقرب منافسيك بثلاث مباريات، ولكن ما زلت لغاية النهاردة في صدارة المسابقة بفارق نقطتين، فبالتالي عندك أريحية إلى حد كبير تديك فرصة أنك انت تبتدي تدخل عناصر وتراهن عليها وتجرب فيها وتبتدي تشتغل عليها عشان تمثل معاك أو تكون قوة ضربة معاك في اللي جاي. واللي جاي طويل ممتد صعب متلاحم، موسم شئت أم أبيت أنا قلت من قبل ما يبتدي هو أصعب موسم في تاريخ النادي الأهلي تقريبا كل. طيب النهاردة عندنا تفاصيل كتير فيما يتعلق بمشوار الأهلي، طبعا هنتكلم فيه في الشامبيونز ليج، فرص النادي الأهلي في التأهل إزاي نحافظ عليها، القوة البازغة. أنا الحقيقة الموسم ده شايف مش بس القوة التقليدية لكن شايف كمان في فرق كتير في أفريقيا بتأدي بشكل أكتر من رائع. صحيح الدور المجموعات بيبقى مختلف عن الأدوار الإقصائية، لكن هنلقي نظرة كده مع بعض ونحاول نقرأ تفاصيل وشكل المنافسة في بطولة دوري الأبطال. خروج منتخب مصر للشباب طبعا حقيقة في مفاجأة صادمة، بما أنه كان في رهان كبير جدا على الجيل ده، وخصوصا أنه الهزيمة الأخيرة أمام أو الخسارة الأخيرة أمام السنغال كانت يعني فادحة فادحة، وأنت بتلعب على أرضك وبين جمهورك. عندنا كلام كتير جدا هنقوله لحضراتكم. توقيع طبعا عقد الرعاية الخامس لأربع مواسم مقبلة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية، شركة شال النهاردة، وأنا الحقيقة كان ليا شرف الحضور وشفت قد إيه في تقدير كبير جدا لاسم البراند النادي الأهلي مع واحدة من كبرى شركات العالمية زي شركة شال. هنشوف تفاصيل طبعا التعاقد ده، خامس تعاقدات الأهلي الموسم الحالي. بس قبل ما نبدأ حلقتنا وندخل في تفاصيلها نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. يمكن من حسن الحظ انا بشوف انه ترتيب الماتشات المتبقيه لكل فرق المجموعه بيخدم الاهلي بشكل كبير جدا. احنا ان شاء الله عندنا القطن، المباراه المؤجله كانت المفروض تبقى بدايه المشوار، طلعت المشوار في دور المجموعات اتاجلت عشان مشاركتنا في كاس العالم، فعندنا ماتش القطن. خلصنا ماتش القطن وبالتاكيد طبعا المكسب فيه ما فيهوش نقاش، لانه اي نتيجه غير كده اعتقد انك بتضعف تماما من فرصك في التاهل لدور الثمانيه. وبالتالي بعد ماتش القطن هنعمل ايه؟ نقطه من اول السطر. نيجي لمواجهات بعد كده. واحد، عندك مباراة مهمة جدا مع سان داونز في جنوب افريقيا، مهم جدا 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 انك تحقق نتيجة ايجابية، مش بس هدفك فيها الوصول او الحصول على نتمنى الثلاث نقاط او على الاقل نقطة من سان داونز في ملعبه، لانه نتيجة المباراة دي لو كانت ايجابية بالنسبة لنا احنا فهي هتصدر ضغط على سان داونز قبل مباراته التالية على طول اللي هتكون مع الهلال السوداني في السودان. ونتيجة المباراة دي في جميع الأحوال هتكون في مصلحتنا لو حققنا نتيجة إيجابية مع سان داونز في ملعبه. ساعتها المسافات بين الثلاث فرق تقرب بشكل كبير جدا، والأكيد إنه نتيجة سان داونز مع الهلال هتصب في مصلحة الأهلي في التوقيت ده اللي رايح يقابل القطن الكاميروني. تفنش ماتشات المجموعات هنا في القاهرة بإذن الله في مباراة الأهلي والهلال، وبالتالي هتكون وضحت شكل وخريطة المنافسة في المجموعة، ويجي لك الهلال ضيف عليك هنا في القاهرة بإذن الله، قادر إن شاء الله بإذن الله أنك تخلص. طيب إيه قصة عقد الرعاية؟ إحنا اتكلمنا قبل كده على أنه الخمس عقود رعاية اللي وقعهم نادي الأهلي وأعلن عنهم بما فيهم طبعا عقد الرعاية بتاع النهاردة لحضراتكم شايفين طبعا السيدة أمل الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة شال الزيوت، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بيوقعوا على عقود رعاية تمتد لمدة أربع مواسم. ويمكن أنا أخد من كلمة السيدة أمل الشيخ النهاردة في الكونفرنس اللي اتكلمت فيها على أسباب، يمكن الكلمة دي بترد على كتير من الآراء اللي بتقول أنه مفيش مساواة أو مفيش عدالة في توزيع عقود الرعاية بين الأهلي وبين أندية تانية في مصر. وأعتقد أنه هنا احنا بنتكلم على علاقة مصلحة ملهاش أي شكل من أشكال العلاقة بانتماء أو بعواطف،
وهذه الشركات لما بتبحث عن رعاية كيان ما أو مؤسسة ما أو جهة ما، فبالتأكيد بتبحث في المقام الأول والأخير والأكيد عن مصلحتها. يعني شركة شال، اتصالات مصر، بنك أبو ظبي الأول مصر، جي أل سي، شركة المراسم، واحنا كلها بنتكلم على شركات دولية، شركات دولية أو شركات متعددة الجنسيات تعمل في السوق المصري ولكن ليها فروع وليها شركات تانية منتشرة في كل مكان في العالم، بتحكمها آليات معينة في اختيار المؤسسة أو الجهة اللي بترعاها. وهنا السيدة عاملة شيخ اتكلمت على فكرة واحد، العراقة والتاريخ. وشركة شال يمكن تاريخها ممتد من سنة من تسعينيات القرن ال19. بنتكلم على الاستمرارية في النجاح، ودي واحدة من أهم العوامل اللي بيتفرد وبيتميز بها النادي الأهلي على مدار تاريخه، حتى مقارنة مع الأندية الكبيرة على مستوى العالم. قارن بقى زي ما أنت عايز، قارن بمانشستر يونايتد، قارن ببرشلونة، قارن بنيوكاسل، قارن بمارسيليا، قارن بأياكس أمستردام، قارن بأندية كبيرة جدا ما قدرتش تحافظ على استمراريات نجاحها رغم الإمكانيات الكبيرة والجبارة والشعبية الجارفة اللي بتتخطى الحدود المحلية. يعني نادي زي مانشستر يونايتد ده شعبيته عالمية، موجودة في كل حتة في العالم أجيال، ولكن ما قدرش يحافظ على استمرارية نجاحه، ودي واحدة من أهم عوامل التميز. النقطة الثالثة واللي يمكن بيراهن عليها دايما أغلب الرعاة وشركاء، خلينا نتكلم فكرة إنه فكرة تتخطى فكرة الرعاية ولكنها تصل إلى فكرة أو مبدأ الشراكة. الفكرة أو المبدأ اللي بيراهن عليه شركاء النادي الأهلي دايما هي فكرة الجماهيرية الطاغية، وده شيء مش مرتبط بس بإنجازات أو ببطولات أو بأرقام قياسية، لكن مرتبط بقاعدة جماهيرية عريضة جدا تشجع وتنتمي للنادي الأهلي وتحب وتنتمي لكل اسم يقترن اسمه علامته التجارية البراند بتاعه باسم النادي الأهلي، وده طبعا رهان شبه مضمون وشبه ناجح. خلينا طبعا دي لقطة من الصور التذكارية اللي جمعت مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن محمود الخطيب، الوزير عمرو فاروق، السيد خالد مرتجي، وطبعا باقي أعضاء مجلس الإدارة كانوا كلهم حاضرين مع المسؤولين والعاملين في شركة شل اللي كانوا النهاردة بيعلنوا عن توقيع خامس عقود الرعاية للنادي الأهلي، واللي هيمتد التعاقد ده طبعا لمدة 4 سنوات. طيب خلينا نشوف جزء من كلمة كابتن محمود الخطيب النهاردة أثناء توقيع عقود الرعاية، ونرجع نكمل حلقة السادسة مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني طبعا بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وقرب قدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله شهر مبارك علينا جميعا وعلى بلدنا إن شاء الله، ويا رب يعم الخير والسلام علينا جميعا بإذن الله. النهاردة الحمد لله يوم جديد وشراكة جديدة مع الراعي الخامس للنادي الأهلي، والحقيقة طبعا برضو هو أمر بيسعدنا جدا، لأن من خلاله بنحاول نحقق مصلحة النادي الأهلي. في البداية بس خليني أرحب بالسيد المهندس خالد قاسم مدير شركات شل مصر، وكمان أرحب بالسيدة الأستاذة أمال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شل للزيوت مصر، وجميع قيادات الشركة، جميع السادة الحضور والإخوة الإعلاميين، الحقيقة كلكم مشرفينا. يعني في البداية لازم أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من صعوبات كتيرة جدا يعني بتمر بالنادي وبتقابلنا، وتحديات كتير جدا جدا بنواجهها، احنا بنسعى دايما بنعظم مواردنا ونحاول نوفر احتياجات النادي الأهلي. عندنا زي ما قلت قبل كده النادي الأهلي يمكن النادي الوحيد في الشرق الأوسط إذا ما كانش في العالم يعني اللي يملك 4 مقرات لحد دلوقتي. المقر الرئيسي جزيرة، وبعدين مدينة نصر، مدينة الشيخ زايد، والحمد لله التجمع دلوقتي.
غير فرع اخر اسم النادي الاهلي عليه، والنادي الاهلي مدي النو هاو لاداره هذا العمل في الاقصر. ما اعتقدش ان هناك نادي في العالم عنده هذه المقرات، وما اعتقدش برضو ان هناك نادي في العالم عنده أكثر من 19 لعبة. 19 لعبة الأطفال الصغيرين لغاية الفريق الأول رجال وسيدات، على أساس إن إحنا دي رسالة، ورسالة محملين إحنا مسؤولية كبيرة جدا تجاه بلدنا، إن إحنا إزاي ندعم منتخبات مصر أو مصر في كل الألعاب. وده دور كبير جدا للنادي الاهلي، والحمد لله اعتقد في معظم الالعاب اللي موجوده النادي الاهلي بيمثل اكتر من 50% من اللاعبين، اذا ما كانش اكتر من ده في كل الالعاب. دي مسؤوليه كبيره جدا، لكن النادي الاهلي حريص ان هو يقوم بدوره وبدوره الوطني تجاه بلده وتجاه النشء الصغير وتجاه الشباب. ازاي نوصل رسالتنا وازاي نوصل ده لكل شرائح المجتمع بدور وأدوار المفروض الأندية الرياضية كلها. يعني برضو عايز أقول إن احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات ومن خلال الشراكات الموجودة دلوقتي حاسين إن احنا بنحاول بقدر الإمكان، يعني بنحاول نحقق نجاحات، والحمد لله في نجاحات اتحققت، لكن كمان ما بننساش أبداً ثوابت وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي المفروض احنا اتربينا عليها من اساتذتنا اللي سبقونا، وان شاء الله ننقلها للي جاي باذن الله. التعاقد مع شركه شيل، شركه كبيره جدا في مجال الطاقه والبترول، ليها دور كبير جدا في مصر والعالم اجمع، والنادي الاهلي زي عادته دايما بيعمل شراكه مع كيانات اقتصادية كبيرة وعملاقة، شركة تعكس قيمة الأهلي وشعبية الأهلي العالمية، وأيضا تعكس قيمة الشركات والكيانات الكبيرة، طبعا منهم شركة شيل. لكن هناك شريك دائم، شريك في كل خطوة منذ إنشاء النادي الأهلي 1907 لغاية النهاردة، في شريك دائم. شريك الدائم ده هو جمهور النادي الأهلي، جمهور واعي، جمهور عنده وفاء وعشق كبير جدا جدا لناديه. احنا دايما بنراهن على جماهيرنا وهنفضل نراهن عليهم، لانهم فعلا دايما في ظهر النادي الاهلي، مش بس في المواقف الحلوة والبطولات، حتى في المواقف الصعبة اول ما من اللي بيساند وبيدعم هو جمهور النادي الاهلي. وكمان الحقيقة دافع ومحرك أساسي لمنظومة النادي الأهلي، ودوره كبير جدا في تحقيق كل البطولات، ودوره أكبر في دعم شركاء النادي. فأنا بعتبره ده شريك أساسي بالنسبة لنا في كل خطوة بيخطوها النادي الأهلي. كمان عايز أشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكيانات الناجحة، سواء كانت رياضية أو غير رياضية أو في أي مجال، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز مرة تانية أشكر الأستاذ أمال الشيخ وكل المسؤولين في شركة شيل لحرصهم على التعاقد مع النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بإذن الله وتحقق مصلحة جميع الأطراف إن شاء الله. كل اللي أنا عايز أقوله بقى، عايزين نعهدكم على الاستمرار العمل بنفس الجهد والإخلاص اللي كل السادة الزملاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وجميع العاملين وجميع اللاعبين كلهم ليهم هدف واحد، وهو كيفية يعني ان احنا نحافظ على النادي الاهلي يكون دايما في المقدمة. يعني بنعهد الناس كلها ان احنا نستمر في مواجهات اي ظروف صعبة وتحديات راهنة ومسؤوليات كبيرة جدا في ظل ظروف، زي ما قلت، ظروف من الصعوبة اللي احنا بنمر بيها، اللي بيمر بيها العالم كله مش بس احنا بس. لكن الظروف دي بتتطلب مننا دايما ان احنا يعني يكون هناك افكار جديده، يكون هناك افكار مبتكره، ازاي ان احنا نحقق مصلحه النادي الاهلي والمصروفات العاليه جدا جدا الموجوده لكل شبابنا اللي موجودين في كل الالعاب الرياضيه ومنشات النادي الموجوده ومصروفات النادي اليوميه. الناس ده موضوع ضخم جدا، احنا محتاجين اكتر من رعايه عشان ان شاء الله نعمل التوازن اللي موجود
ما بين المصروفات والإيرادات، وكمان عشان يستمر النادي الأهلي بإذن الله بإذن الله في أداء رسالته، وإن شاء الله دايما يبقى النادي الأهلي رقم واحد. بشكر جميع السادة الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا بقى نتكلم في اللي جاي، واللي جاي ده يبدأ من ماتش الثلاثة إن شاء الله بإذن الله. عندنا مباراة مهمة جدا، وكل ماتشات الأهلي اللي جاية مهمة وصعبة، يعني واحد بيفرض عليك ضغط المباريات إنه ما تلحقش. ويمكن مستر كولر اتكلم عن ده في المؤتمر الصحفي، إنه هو شايف ممكن يكون بعض ليه بعض الملاحظات، وخصوصا فيما يتعلق بإنهاء الهجمات. فريق الأهلي فريق قادر دايما على صنع الخطورة، مشكلته الحقيقية في جزئية إهدار الفرص، اللي يمكن لو اتسجلت في ماتشات كأس العالم أو في ماتشات حتى ماتش الهلال اللي ما ظهرناش بيه وأفضل صورة ممكنة، أو حتى في ماتش امبارح، كانت نتائج كتيرة جدا اتغيرت. أنت ما عندكش عجز في الوصول، أنت عندك عجز في الترجمة. وده اللي اتكلم عليه مستر كولر وقال أنا عارف، ودي يمكن محتاجة مننا شغل بشكل فردي، لكن إحنا ما عندناش رفاهية الوقت. وعشان رفاهية الوقت دي خلينا نتفق إنه بداية من ماتش بكرة أنت ما عندكش وقت خالص. انت تقريبا من هنا لغايه شهر 10 اللي جاي كل 3 ايام ماتش، وده شيء صعب جدا 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 على اي فريق، مش بس على فريق مطالب بالفوز في كل مبارياته. يعني اي فريق في الدنيا عشان يلعب كل 3 ايام ماتش في موسم بدا في شهر 9 ينتهي في شهر 10، ده اذا كنا هنشارك في البطوله العربيه، واعتقد انه اغلب الظن التوجه هيكون للمشاركه فيها. وإذا كنا هنشارك في السوبر ليج، ده معناه إنه شهر 9 اللي فات ابتدت البطولات، أو ابتدى مشوار الأهلي في البطولات مع اتحاد المنستيري بدوري الأبطال، لشهر 10 اللي جاي موسم 11 شهر هتلعب فيه 7 بطولات لو اعتبرنا إنه الكاس القديم والكاس الجديد بطولتين. ده معناه إن الأهلي بيلعب في 11 شهر 7 بطولات، منهم 4 بطولات على المستوى القاري، 4 بطولات على المستوى القاري: تشامبيونز ليج، كاس عالم، بطولة عربية، سوبر ليج، وثلاث بطولات على المستوى المحلي: بطولتين كاس قديم وجديد وبطولة دوري. فده صعب على أي فريق مش بينافس، ما بالك بفريق مطالب بأن هو يكسب كل ماتشاته، وما بالك بفريق مطالب بأنه يحقق أي لقب لأي بطولة بيشارك فيها. وبالتالي ده يرجعنا مرة تانية لرفاهية الوقت، وأنه انت محتاج بشكل واضح وصريح. انا هقسم الموسم لجزئين، يعني جزء مرتبط بالبطولات المحليه وبطوله دوري الابطال نقطه ومن اول السطر، واعتقد هنا هيكون في تحرك مبكر جدا من اداره النادي الاهلي في فكره تدعيم الصفوف قبل الذهاب للبطوله العربيه وبطوله السوبر ليج، لانه ده مستوى تاني ومختلف من المنافسه. البطوله العربيه اللي جايه انا بقول لحضراتكم اهو بنظامها الجديد، نتكلم على بطولة هيشارك فيها 37 فريق من مختلف الدول العربية، ودي قصة تانية هكلمكم فيها بالتفاصيل، ليها نظام مختلف تماما. مفترض ان الاهلي هيشارك في المرحلة الاخيرة اللي هي المجمعة اللي هتستضيفها السعودية مع الفرق اللي تأهلت من اجمالي 37 فريق. مفترض انه بنتكلم طبعا على الكريم دولا كريم، بنتكلم على صفوة الكرة العربية سواء في افريقيا او اسيا، وانتم عارفين الكرة العربية تطورت بشكل كبير ازاي في السنوات الاخيرة، وبالتالي بتتكلم على ليفل منافسة في منتهى الصعوبة. ثم السوبر ليج، وايضا بتكلم على افضل فرق الافريقيه في السنوات الاخيره، وبالتالي منافساتها هتكون صعبه، لكن هيكون عندك فتره ميركاتو ممكن تحضر وتدعم بشكل كبير. الاهم بالنسبه لي والاصعب بالنسبه لجمهور نادي الاهلي هو مشوارنا في الدوري اللي احنا لغايه النهارده محققين فيه افضليه الى حد كبير جدا مريحه، ودوري الابطال وهو المشوار الاصعب اللي محتاج فيه تجهز كتير كتير من الاوراق البديله اللي تقدر تصنع الفارق في ظل غيابات هتكون موجوده نتمناها ما تحصلش، بس انا متوقع انه مع ضغط المباريات اللي جاي ده اكيد هيحصل اصابات واكيد هيحصل اجهاد، وبالتالي انت في حاجه ماسه انك تدخل اوراق جديده تقدر تصنع الفارق وتريح اللعيبه اللي مجهده، او ترجع اللعيبه اللي ممكن تكون شويه ابتعدت عن مستوياتها في الفتره الاخيره. ماتش الداخليه ماتش ليه حسابات مهمه جدا، وخصوصا انه المباراه الاخيره اللي هتسبق مواجهه القطن الكاميروني في بطوله دوري الابطال، وهي مباراه يعني للاسف احنا صعبناها على نفسنا بقت حياه او موت.
ماتشين وبالمناسبه يعني صحيح القطن في المتناول، انا مش عايز برضو اقلل قوي من امكانياته. انا اتفرجت على ماتش الهلال والقطن في الكاميرون، لكن في النهايه يعني برضو انت بتقابل فريق ما عندوش حاجه يخسرها، فريق بيلعب باريحيه عدم التاهل، وبالتالي عنده فكره انه يكون عامل حسم لفريق على حساب تاني، او مجرد اثبات الذات، او لمجرد انه بيواجه بطل القرن في افريقيا، فبالتالي عنده رغبه في تحقيق مجد حتى لو على مستوى المواجهه دي تحديدا، بصرف النظر عن مشواره في دوري الابطال. فهي بالتاكيد هتكون مباراه صعبه، لكن نتمناها العودة للمسار الصحيح مرة تانية إن شاء الله بداية من يوم السبت، وده يبدأ من ماتش الداخلية اللي هنلعبه إن شاء الله الثلاث اللي جاي. طيب، ملفات دوري الأبطال ونظرة سريعة على شكل المنافسة، لأن الحقيقة في فرق ظهرت بشكل مميز جدا في دور المجموعات، فرق ما كانتش داخلة في الحسابات أو ممكن كنت تتوقع أنها تكون ليها قدرة على المنافسة. الرجاء المغربي كشر عن أنيابه بدري، فرقة محترمة جدا 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 وبتلعب كرة، واتطورت بشكل كبير عن الرجاء اللي شفناه الموسم اللي فات. الترجي بالتأكيد حاضر بشخصية البطل، شباب لوزداد الحقيقة فريق عجبني رغم أنه البداية القوية ما استمرتش، لكن تقدر تقول عليه فريق برضه مميز وعنده كرة محترمة. سان داونز أكيد طبعا داخل في الحسابات مع الأهلي والوداد القوى التقليدية. قصة دوري الأبطال، عودتنا للمنافسة مرة تانية في مشوارنا في الدوري، هتكون تفاصيلها معاكم في السادسة بس بعد الفاصل. واحد من أهم مبادئ أو ثوابت تحقيق البطولات هو الكونسيستنسي، ثبات القدرة على ثبات على نفس المستوى، وده يمكن السمة اللي بتميز الأهلي طول عمره الحقيقة. ويمكن الموضوع مرتبط بفبراير تحديدا، لأن المواجهات أو المشوار اللي احنا خضناه وحجم المواجهات ومستوى المنافسين في شهر فبراير ده هو الأصعب على الإطلاق طول الموسم. أنت لعبت أربع مواجهات من العيار التقيل في بطولة كأس العالم، ثم بعد كده مواجهتين من العيار التقيل برضو مع الهلال السوداني في أرضه وملعبه، وسان داونز واحد من أفضل فرق الأفريقية في السنوات الأخيرة، مش بس الموسم ده، بيقدم كرة متميزة، لعيب فريق خطير بره ملعبه وجوه ملعبه، وبالتالي ست مواجهات من العيار التقيل. كان علامة الاستفهام بالنسبة لي عدم قدرة الأهلي الحفاظ على ثبات مستواه في الماتشات دي، واللي يفتكر شكل الأهلي وإمكانياته وظهوره في بطولة كأس العالم في بداية المشوار ما يقارنهاش أبدا بالشكل اللي ظهر عليه أمام الهلال السوداني أو حتى امبارح أمام سان داونز. وخلينا نعترف إن إحنا ما كناش في حالتنا بشكل كبير، لكن هل فقدنا الأمل؟ هل الأمور صعبة؟ الأهلي لا يعرف اليأس ولا يعرف المستحيل، وخلينا نبص على مشوار الأهلي في ما تبقى لي من الموسم سواء في دوري الأبطال أو في البطولات المحلية مع كابتن هشام زكريا المدير الفني السابق طبعا لنادي وادي دجلة والجونة وضيفنا في السادسة. مساء الخير يا كابتن هشام. مساء الخير يا أستاذ أحمد، وأنا مبسوط أوي مع حضرتك في قناة النادي الأهلي. منور الدنيا، وخليني بس أسمع رأيك، لأن إحنا أنا فاكر في آخر مرة اتقابلنا فيها كان لينا كلام على الناشئين، وإحنا لسه يعني منتخب الشباب مودع بطولة أفريقيا بثلاث مباريات يعني ما قدمش فيهم أي شيء الحقيقة، سواء أمام موزمبيق والتعادل المفاجئ أضعف فرق المجموعة، ثم الخسارة أمام نيجيريا، ثم الخسارة المهين الحقيقه امام منتخب السنغال. قلت لي انه ده كان شيء منطقي واحنا قبل الهوا، ليه منطقي من وجهه نظرك او ليه طبيعي من وجهه نظرك؟ والله بص يا احمد، وهل يتحمل كابتن محمود جابر وهو ده المسؤوليه لوحده ولا لا؟ انا عايز اوصل بص لحاجه تانية خالص. كنت مع حضرتك هنا وبنتكلمنا في القصه دي وشفنا قد ايه الموضوع ماشي بشكل ما فيهوش عدل تماما يعني. اتكلمنا على منتخب 2005 مظبوط، وقلت لحضرتك ساعتها ان المنتخب ده هيعاني وهيبقى فيه مشاكل كتير جدا، خرج على طول. مش عايز اظلم كابتن محمود جابر، ان ده شخصيه محترمه واسم كبير، ولكن انا استوقفت ان هي كل السهام في الفتره الاخيره دي موجهه لكابتن اللي برضه اتكلمت مع حضرتك قلت لك ايه هو بالتاكيد يتحمل جزء من المسؤوليه عشان احنا متفقين، مفيش حد يهرب مفيش حد، هو راجل ما هربش من المسؤوليه. ولكن هي قصه النهارده دايما الحلقه الاضعف هو المدرب. فالنهارده كل اتحاد الكوره بيبقى واللي بيطلع يتكلم واللي ليه في الكلام واللي ما بيقولش في الكلام طلع قال مين؟ كابتن محمود جابر. ايوه، عشان خاطر واخد بالك هروب من المسؤوليه، لكن انا النهارده لو راجل النهارده ذو مسؤوليه دي مسؤوليتي انا. لان النهارده برضه يستوقفني حديث دكتور جمال محمد علي قال لك ان الحاجات ولا المعطيات اللي احنا حطيناها عشان خاطر ما كانش فيها هو وما حدش مشي بيها على اساس ان حضرتك مش مسؤول،
على اساس ان حضرتك ما مسكتش قبل كده منتخب وفشل. المفروض النهارده حاجه زي كده، انت النهارده الراجل ده يعتبر ممثل اتحاد الكوره، مدرب منتخب مصر يعني ممثل اتحاد الكوره، لازم يدافع عنده حد. وبعدين كان تصريح في وسط بعد تاني ماتش، طب لسه في ماتش كان في امل. ايوه فالمفروض في امل انك تخش افضل توالت. يبقى الطبيعي جدا ان انا افضل ورا الراجل لحد ما يخلص ماتشاته، وبعد كده نبقى نتحاسب ونشوف الحساب ازاي. وقبل ما يتحاسب اتحاد الكوره هو اللي يتحاسب، وحضرتك تتحاسب، وبعد كده نحاسب هذا الرجل. لان حضرتك برضه هرجع تاني، انت اللي اخترته. وفي الاخر ده مش تقليدا من شان ان الكابتن محمود جابر مسؤول، لا مسؤول. لكن في الاخر وفي الاول يا استاذ احمد، انا كمدرب باخد كل معطياتي وباخد كل الاسباب. وارد ان انا افشل، وارد ان انا افشل، لكن الصح ان انا انجح، لان انا خدت كل الاسباب مع الله عز وجل. أيوة. من تكوين المنتخب، من شغل المنتخب، من اعداد المنتخب، وهل اتساعدت من اتحاد الكوره في مباريات وديه معسكرات وي 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 وي. انا مش مدخل في كده كله، ان انا برضو قطاع ناشئين بعيد عني تماما، لان عمري ما اشتغلت فيه. ولكن انا استوقفت ان التصريح ده كان قاسي جدا لراجل بيلعب بطوله. انت فاهم يا استاذ احمد؟ لسه مشواره في البطوله ما انتهاش يعني. فكان تصريح قاسي جدا، وبتهرب على بتهرب من اي مسؤوليه. ده انت حضرتك انت المسؤول. بدل ما اقول النهارده، حتى لو مش هقول انا موجود في اتحاد الكوره، حلقه من حلقات اتحاد الكوره، اطلع اقول انا مسؤول. لكن ارمي الراجل بالسهام بالشكل ده، وزي ما بقول لحضرتك ده بكرر لك تاني، المدرب الحلقه الاضعف. وطول ما المدرب في مصر الحلقه الاضعف، احنا بنرجع ورا كتير جدا جدا. لان انا شفت بره واشتغلت بره في ترن اوت، شفت قد ايه كان باشمهندس ماجد سامي ربنا يديه الصحه وهو ماسك ليرز وماسك ترن اوت. المدرب ده حاجه عظيمه جدا عندهم يا زحمه. المدرب ده قيمه كبيره جدا، هو اللي معاه المفتاح، يفتح امتى ويخرج امتى. فدي حاجات من الحاجات السلبيه اللي انا شفتها يعني. بحس دايما يعني، مش عايز ادي امثله، بس بحس دايما في تفرقه في التعامل من اي مسؤول مع العنصر المصري عن عنصر اجنبي. يعني لما تتعامل مع عنصر تحكيم مثلا اجنبي غير لما تتعامل مع عنصر تحكيم مصري، يعني تتعامل مع مدير فني اجنبي غير لما تتعامل مع مدير فني مصري. واللي ما تقدرش تعمله مع الاجنبي ممكن تعمله مع المصري. شفت ده، ولكن انا شفت برضو، افتكر دايما، بفتكر دايما الحاجه كويسه. يعني انا اتعاملت مع ماجد سامي احترافية ما بعد احترافية رهيبة. اتعاملت مع خالد بشارة، اتعاملت مع نادر شوقي، عارفين يعني ايه قيمة مدرب. في أندية تانية الأمور. معلش اسمح، هو قصة المنتخبات تحديدا يعني في مصر، انت شايف انه احنا لو جبنا مدرب كويس حال المنتخب يعني يتصلح اوتوماتيكي كده؟ يعني دي تساوي دي؟ يعني احنا جبنا مثلا فيتوريا في منتخب اول، جبنا ميكالي في منتخب اولمبي، هل ده معناه انك تراهن على المنتخبات لمجرد انك جبت مدربين كويسين؟ لا طبعا. وخلي بال حضرتك، السالري بره بتاع المدربين الناشئين اعلى بكتير جدا من اللي فوق، لان عارفين هو ده اللي بيبني. اندهوفن كان ايريك تنهاج هو ماسك، سوري مش اندهوفن، ماسك اجاكس، اياكس امستردام بدأ من تحت. هو كان ماسك كمان فريق الاولمبي بتاع بايرن ميونخ، فريقين اللي هو الفريق الثاني الشباب. فهم بيبداوا من تحت عشان يبني فوق، يبني المدرسه من تحت. جاب ناس عظام قدروا يكونوا الاساس. احنا عندنا ما فيش اساس، صح؟ هي قصه عندنا اساس، ابني اساس محترم. هات النهارده. بس المشكله برضه هقول لحضرتك، معلش، مين بيبني من تحت؟ مين عندنا بيبني من تحت؟ وادي دجله. وفي نادي تاني زد. انا بص بفتكرك بس بعض النادي الاهلي. في قطاعات بقى ناشئين. الاهلي قصته مختلفه شويه. مش الاهلي، انا بقول لحضرتك اللي قدامي. الاهلي يعني، الاهلي حتى مثلا لما بيبقى عنده ناشئين جيدين ما بيراهنش عليهم على طول، لانه ما بس بيعمل ايه يا استاذ احمد؟ بيطلعهم ويرجعهم. يتقلوا يعني. الشناوي طلع ورجع، ايمن اشرف طلع ورجع. كارثه بقى. في بقى بعض الانديه بدون ذكر، ما تسالنيش مين عشان خاطر انا ما بحبش ابدا يعني اختب حد. كان في عندنا قطاعات ناشئين يا استاذ احمد قويه جدا جدا، ويطلع منها يعني افزاز. جينا لقصه الاستثماري اللي برضو اتكلمنا فيها في الحلقه دي. طبعا الاستثماري ده سرطان، واحد من السرطانات اللي ضربت الكره في مصر. الناديين دول بالاخص ماتوا. الاستثماري بمعنى فكره انك انت التاجر بقطاعات الناشئين اكتر، بتروح تبيع على مكاسب فنيه. اربع فرق براهم، اربع فرق مش عارف، وبيجيب اي حد هو في الاخر، وتجيب مستثمر ياخد الفرقه دي يشارك بيها باسمك. اتكلم فيها نادر شوقي، قال لك ازاي النهارده اجيب لعيب، انا عايز اطلع لعيب محترف او لعيب متاسس صح، هو اصلا عشان يلعب فلوس دفع فلوس. وازاي اربط كمان فكره حاجه اساسها الموهبه والامكانيات بفكره القدره الماديه؟ بالزبط. ده بيحرم يعني قطاعات عريضه جدا انها تكون تحصل بس على الفرصه. لو كان الكلام ده حصل في البرازيل، مثال البرازيل المواهب اللي كانت 99.9 من 10
الفقراء هم اللي بيلعبوا كره في البرازيل. اه ف 99% من النجوم دول بداوا من تحت الصفر، عشان كده اكتشفوا الموهبه بس عطوا لهم مدربين اللي ازاي يحطوهم على الطريق الصح. احنا محتاجين كده، احنا محتاجين النهارده كمان لما يجي مدرب. فاكر لما الكابتن جوهري رحمه الله عليه جه ومسك تحت وقال لك انا هعمل نظام 23 اللي هو فريق الاولمبي، وهعمل فريق الشباب، وهعمل وهعمل وهعمل، ودوريات تبقى محترفه تتعمل كذا كذا كذا. أي. مين اللي وقف قصاده؟ مين اللي وقف؟ كلهم بعد هم اللي جايبينه. النهارده جاي مخطط حاطط سيستم هنشتغل عليه خمس ست سنين. اقول له لا ما ينفعش. يعني انا النهارده في الاخر برضو انا ممكن اجيب مدرب في هنا زي احمد اسم كبير واعطله. يعني لان احنا انا اسف بس اكمل الحته دي. اتفضل يا كابتن هشام. احنا عندنا جهابذه، عندنا اساتذه، اساتذه في الفشل، اساتذه ان يهدك، اساتذه ان مثلا ما شفتش زي احمد ناجح ازاي ابقى ناجح زيه، او احاول اكمل على اللي هو الشغل اللي هو اشتغله. لا ازاي النهارده اطلع استاذ احمد فاشل عشان ابقى انا فاشل زيه. مش عايز اخد في القصه دي، القصه دي يعني معضلات كبيره جدا. اصل قصه المنتخبات شويه ونجاح المنتخبات مختلفه عن الانديه، وده مرتبط في الاول والاخر وبيصب في مستقبل الكره في مصر. طب لو جبت النهارده واحد خبير يا استاذ احمد وعمل لي سيستم في قطاع ناشئين بدوريات معينه باسلوب معين بتخطيط معين ونمشي عليه كل الانديه، سمعنا واطعنا. الراجل ده احنا ماشيين وراه في كل حاجه. لا انا النهارده بتكلم انا كاداره، كاداره في ناحيه او كجمهور في ناحيه. تمام. لو عيني النهارده على كاس عالم 2030 مثلا هبقى بفكر في منتخب مصر اللي خرج من بطوله دوري ابطال، صح ولا غلط؟ تمام. يعني لو انا بحضر لانه يبقى عندي جيل في 2030 يوصل مصر كاس عالم ويروح يعمل زي ما المغرب عملت كده، ولا حتى زي ما السعوديه عملت. تمام. يبقى بفكر في الجيل ده، وبالتالي انا محتاج احضر، اختار على اسس، اعمل قاعده عريضه من الناشئين، اعرف اطلع منها عناصر تمثل منتخب مصر. احنا لكنه مصر تلعب في بطوله افريقيا على ارضها هنا. تمام. وثلاث ماتشات ما تاخدش منهم غير نقطه واحده من موزمبيق، ده شيء بالنسبه لنا يعني نهيت. بالنسبه للجمهور صعب. يعني انت صعب نهيت على منتخبين هم المفروض اللي جايين ليك، هم النواه اللي هم هيكملوا اللي جاي الاجيال اللي جايه 2003 و2005. فاهم حضرتك يعني ايه؟ خلاص دول خرجوا من كل حاجه، ولا كاس عالم ولا كاس امم ولا اي حاجه، ولا عندهم اي بطولات. يعني انت حضرتك هتبدا لو عايز تبني دلوقتي بقى ابني من الجيل اللي بعده. احنا يا استاذ احمد عندنا الناشئ بيفضل ناشئ لحد سن 24 سنه. مظبوط. وبنفكر ان هو عيل صغير لحد 24 سنه و25 سنه ولسه ما يستحملش. ولسه ما يستحملش. القصه النهارده محتاجه جراءه ومحتاجه دعم. لكن النهارده كل مجلس اداره عايز نتائج، والنتائج بتيجي باي طريقه. هو ما عندوش اي حاجه ان مثلا هعمل اساسيات وسيستم نمشي عليه ان شاء الله بعد كده النتائج بعد سنه سنتين ثلاثه اربعه. انا لما قعدت مع باشمهندس ماجد سامي واتفقنا على الصعود من درجه رابعه قعدنا هنعمل ايه؟ ان في سنه دروب لازم، لان مش هيطلع نجاح لان انت مطالب تبقى اول 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 اول. فمطالب النهارده تبني النهارده. طب هنعمل ايه عشان خاطر نوصل للدوري الممتاز ونوصل ما شاء الله تبارك الله للكونفدراليه في افريقيا؟ في فكر، في حاجات بتتحط، وتبدا بقى ايه؟ احمد وهشام وابراهيم واسماعيل كلهم ماشيين بالسيستم ده وماشي على السيستم ده. ليه ما كملتش التجربه؟ لا كملت طبعا. لا يعني اقصد اقول ليه وادي دجله ما استمرش رغم انه زي ما انت بتقول عنده قطاع ناشئين قوي ممكن جدا. ممكن تداعيات في خلل معين حصل. انا طبعا انا بعد كده سبت ورحت، ما انا عارف سبت بره وبعد كده رحت ارجع تاني. اكيد على الجون على التجربه من اللي خدتها من بدايتها. يعني انا بقول ان هي القصه كلها برضو بقت كان بعد باشمهندس ماجد سامي وهو كان في بلجيكا. لكن باشمهندس ماجد سامي لو هو موجود الدنيا اختلفت. يعني القطر بيمشي على القضيب ما بيقفش. فهو متهيألي دلوقتي قطاع الناشئين في النادي اتظبط جدا، اتحط له اساسات كثيره جدا، من القوام اللي بيلعب فيه وادي دجله دلوقتي في الدوري في مجموعه القاهره بالناشئين. ايوه. مش من بره، ودي قيمه. وبينافس ما شاء الله تبارك الله بينافس، وجايب لهم مدرب كويس بيقدر يشتغل بيهم، بتهيألي كرواتي او صربي يعني مش فاكر ايه بالظبط، وبينافس بشكل شرس في مجموعه القاهره. وهيرجع يعني خلي بالك هيرجع بسرعه. ايوه. ولكن النهارده هي القصه كلها ازاي اكون مقتنع بمعطياتي، ما يجيش اي حد يشككني. فاهم ازاي؟ لما اكون مثلا حاطط معطيات وانت مقتنع بيها جدا واساس 1 2 3 4 5 ويجي حد يشككني فيها، كل شويه يشككني فيها، كل شويه لا. محتاجه حد يكون قوي. القوي ده هو اللي ياخد معطياته وقطر، ما بيفرقش معاه هشام اتكلم، احمد اتكلم، ابراهيم اتكلم، انا عارف ان انا شغال وشغال صح. واللي يتكلم يتكلم، لان انت عارف برضه عندنا هنا دلوقتي سوري مش الوكلاء لسه مصر متحكمين في 99.9% من الانديه. فالنهارده انا محتاج اجيب احمد يبقى مدير فني النادي فلان،
عشان تخش يا احمد لازم النهارده تاخد النهارده مش اقل من 19 ل 20 لعيب من القائمه بتاعتي، يعني لعيبتي هما اللي يخشوا ومتحرمة على كل الناس. فالنهارده لا، النهارده السواد كتير، السواد يعني مظلمه، اصح مظلمه، ومحتاجه زي ما قلت برضه حضرتك كتبت قرارات ثانيه، محتاجه قنبله، قنبله عشان هيروشيما تروح وتبني من جديد القصه هنا اكبر بكتير حتى كمان من قصه اتحاد كوره، يعني ده اتحاد كوره وانديه ويعني مين اللي عمل كده؟ ورابطه انديه. مين اللي عمل كده؟ اتحادات مظلمه. انت بتتكلم في تراكمات سنين طويله جدا يا كابتن هشام، مش هتحل في يوم وليله. فاكر مره، مش مره كنا بنتكلم في موضوع الاجهاد وحضرتك دلوقتي اتكلمت فيها في البرومو بتاعك على اجهاد النادي الاهلي. لا، والسؤال هسألك الصعوبه اللي كانت موجوده. طبعا النادي الاهلي نادي كبير وعنده الامكانيات اللي هو الاستشفائيه اللي يقدر يخرج بيها. لا، انا عايزك تشرح للجمهور، يعني بما انك هقفل ما تسمح لي من المنتخب لانه يهمنا كمان الاهلي ومشواره، انا عايزك تشرح لي كمدير فني انا النهارده كجمهور شفت فريق في نفس الشهر، بدأنا شهر فبراير 1 فبراير اوكلاند سيتي ثم سياتل، وبصرف النظر عن النتائج الريال ثم فلامينجو، الاهلي فيها قدم عروض كويسه قويه جدا، وبالتالي لما تقيس الاهلي قدرات الاهلي وامكانياته في مواجهه فرق بالاسماء دي وتيجي تقول ده الاهلي هيلعب في افريقيا مع سان داونز والهلال وتتوقع ان الاهلي هيكتسح، صح؟ التباين اللي حصل في بدايه الشهر وصولا للمستوى اللي ظهر بيه الاهلي قدام الهلال وسان داونز ترجمته ايه، او انت شايف اسبابه ايه من وجهه نظرك؟ مش هقارن النادي الاهلي في حته تانية، وانا ماسك وادي دجله في الكونفدراليه. ايوه، طب هتسمح لي معلش، احنا هيدخل معانا دلوقتي كابتن خالد لاموشي، طبعا نجم الكره الجزائريه السابق وطبعا مدرب نادي وفاق سطيف، هيكون معانا على الهواء دلوقتي فيديو كونفرنس. طبعا بدايه بشكرك على مشاركتك معانا كابتن خالد، واهلا وسهلا بيك، بشكرك على وجودك معانا في السادسه. كابتن خالد صوتي واصل لك؟ شكرا لكم، اشكركم بشده لعزمي. كابتن خالد خليني ابدا معاك من صفقه احمد قندوسي، طبعا صفقه الاهلي الاخيره في الميركاتو الشتوي، يمكن انت اشتغلت مع احمد لما كان في وفاق الصيف وتابعته طبعا لما كان مع منتخب الجزائري في بطوله افريقيا المحليين، شايف الصفقه ازاي وشايف ايه الاضافه اللي ممكن يمثلها احمد قندوسي مع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ نعم، هو شيء كبير في بالنسبة لمستقبله القروي، انضمامه للنادي الأهلي هي إضافة كبيرة له، يجب عليه العمل بشدة كي يستطيع أن يثبت جدارته في الأهلي، ولكن أعتقد أن الأهلي وأحمد سيسعون إفادة كل منهم الآخر. هو لاعب رائع كما قلت من قبل، هو لاعب لديه خبرات جيدة، لاعب لديه مهارات جيدة، يمتلك الكرة بشكل جيد ويستطيع التحكم فيها، ولكن أعتقد أن موهبته ستظهر بقوة في النادي الأهلي. أهم ما يميز قندوسي وأفضل مركز بيلعب فيه وأهم وأبرز إمكانياته، يمكن إحنا تابعناه طبعا مع وفاق الصيف لكن شفناه، لكن ما نقدرش نقول ان احنا استكشفناه، من وجهه نظر خالد لاموشي اهم ما يميز احمد قندوسي من ناحيه الامكانيات والمهارات وافضل مركز ليه في الملعب؟ من رايي اعتقد انا لم افهم السؤال بشكل واضح. افضل مركز لاحمد قندوسي في الملعب من وجهه نظرك وافضل الامكانيات اللي بتميزه كلاعب كره؟ افضل مركز من وجهه نظري وهو في ملعب اللاعب رقم 8، لانه يمتلك امكانيات قويه دفاعيه، ولكن هو لديه امكانيات كبيره على المستوى الهجومي، يظهر بالشده ويستطيع تحويل الفريق من الاداء الدفاعي الهجومي بسهوله واضحه بسبب مهاراته، ولكن هذه افضل مركز له من وجهه نظري هو رقم 8. مش عارف اتيحت ليك فرصه انك انت تتابع، هو يمكن ما ظهرش بشكل كبير او اساسي مع النادي الاهلي لكن ظهر في بعض المباريات، هل تابعته؟ رايك في مستواه، تقييمك لتجربه مشاركته مع الاهلي في الماتشات الاخيره؟
نعم أنا رأيته في أول مباراة له في دوري أبطال إفريقيا ورأيت له بعض الدقائق في هذه المباراة. أعتقد أنه لاعب مهم جدا، لاعب أعتقد أن أداؤه كان جيد في أول دقائق له كأي لاعب يبدأ مشواره مع فريق جديد، ولكن أعتقد أنه لاعب أيضا لديه مميزات لأنه يستطيع اتباع التعليمات القادمة من المدرب، ومع فريق الأهلي سيصبح لاعب عظيم. خليني أسألك عن بطولة دوري الأبطال من خلال متابعتك ل يعني نص المشوار في دور المجموعات، مين الفرقة اللي لفتت نظرك وشايف المنافسة هتكون بين يعني أي فرقة مرشحة للبطولة من وجهة نظر خالد لاموشيه؟ أعتقد أن دائما في دوري أبطال إفريقيا الفرق الكبيرة الوداد سيكون موجود، الترجي التونسي سيكون حاضر، الأهلي طبعا كالعادة نعلم أن الأهلي لم يؤدي بأفضل أدائه في المباريات الأولى، ولكن هذا لا يعني أن الأهلي دائما لن يكون مرشح لهذه البطولة، دائما هو مرشح قوي، ولكن إذا تحدثنا عن دوري أبطال إفريقيا أنا أرى أن يوجد الوداد والترجي والأهلي هم الأكثر ترشيحا لهذه البطولة. السوبر ليج بطولة اعتمدها الاتحاد الأفريقي، رأيك في البطولة ورأيك في مدى تأثيرها وإمكانية أنها تكون يعني بتمثل تطور للكرة في أفريقيا؟ هل ثاني السوبر الافريقي؟ لا لا السوبر ليج البطوله المستحدثه لا كومبيتيشن سوبر. لكن الشامبيونز ليج انا دوري ابطال افريقيا لا الكلام على السوبر ليج بطوله جديده هتبدا من بدايه الموسم ده بمشاركه 8 فرق اختارهم الاتحاد الافريقي. بس يبدو انه كابتن خالد يمكن مش متابع الاخبار، خليني اروح معاك للدوري الانجليزي واسالك طبعا على النجم الجزائري رياض محرز المتالق مع السيتي، شايف السيزون ده بالنسبه لرياض محرز ازاي وفرص السيتي للمنافسه على اللقب مع الارسنال؟ طبعا رياض محرز كالعادة هو لاعب رائع يمتعنا كثيرا، يؤدي هو فخر الكرة الجزائرية ويؤدي أداء رائع مع السيتي، هو لديه مباراة الآن صعبة قادمة في الدوري الإنجليزي وأيضا في دوري أوروبا، لديهم مواجهات صعبة ولكن نحن نثق فيه ونثق في إمكانياته، هو لاعب لديه قدرات على مستوى كبيرة. واعتقد ان سوف يفوزون بالدوري الانجليزي. افضل اللاعبين الجزائريين اللي ترشحهم حتى لتجارب احترافيه في مصر في الفتره المقبله؟ اللاعبين الجزائريين ممكن يلعبوا في مصر. نحن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين. انا لا اتذكر عدد الاسماء، ولكن اعتقد ان اللاعبون الجزائريين تواجدوا بقوه في الدوري المصري وقد يكونون مرشحين لاداء رائع، ولكن انا ما ارى الشيء الجيد ما اراه في اللاعبين الجزائريين الذين يذهبون للدوري المصري ان الدوري المصري يوجد فيه تطور واضح على مستوى كره القدم وعلى مستوى قوه الفرق. كابتن خالد لاموشيه طبعا نجم الكره الجزائريه ومدرب وفاق سطيف السابق، كل التحيه طبعا لاشقائنا في الجزائر من خلالك، وكل التحيه لنادي ومشجعي وفاق سطيف، بشكرك على مشاركتك معنا. هنكمل كلامنا طبعا مع كابتن هشام زكريا، وقفنا على مشوار النادي الاهلي والتباين اللي يمكن حصل في مستواه، محاوله ان احنا نفهم احنا واقفين فين قبل ما نشوف احنا رايحين على فين في مشوار دوري الابطال. هنكمل كلامنا مع كابتن هشام زكريا بس بعد الفاصل. كان يمكن قبل مداخلة كابتن خالد لاموشيه معانا في السادسة كابتن هشام بيتكلم على الفارق في المستوى يعني اللي ظهر بيه الأهلي في بداية مشوار في كأس العالم في أول شهر فبراير، وصولا ل في تراجع حصل في المستوى، في هزة، ممكن يبقى فيه إجهاد، ممكن يبقى فيه يعني مشكلة عند بعض الأسماء اللي خلينا نكون في منتهى الوضوح والصراحة لا حضروا في مباراة الهلال ولا حضروا في مباراة سان داونز. هل ده طبيعي؟ هل ده منطقي؟ وإزاي نطلع من ده قبل الصعب، لأنك أنت مطالب بالمكسب
سواء في البطولات المحلية أو في ماتشات دوري الأبطال عشان تقدر تستمر في المنافسة على الألقاب دي؟ هرجع لقصة التدوير. النادي الأهلي عنده مش أقل ما شاء الله من 25 لاعب سوبر. 25 لاعب سوبر يقدروا يحاربوا في كل المنافسات أو يشتغلوا في كل المنافسات اللي شغالة. عندي منافسة الدوري، عندي منافسة كاس، هيبقى كمان كان نهائي الكاس هيبقى ضد بيراميدز، عندي كمان بطولة أفريقيا. أنا مثال التدوير حاجة مهمة جدا، زائد الاستشفاء. أنا شايف برضو التدوير في 2 3 يا صاحبي، يعني مش شايف التدوير اللي هو بياخد مثلا أقدر أشغل الناس، بالذات الصفقات الجديدة أنا مش شايفها بتاخد بشكل يعني حتى يعني ما شاء الله امبارح مروان كان رائع في الماتش، في الجيم كان مين كان رائع امبارح من وجهة نظرك يا كابتن؟ هتكلم في البدايه، مش عايز اقول لك مين ما كانش رائع، بس مين كان رائع؟ لا احنا دخلنا يعني الاهلي دخل في الدقيقه 46 من الشوط الاولاني، الاهلي ما كانش موجود، كان حاسس ان هو مشدود قوي عايز ياخد الثلاثه بونت باي طريقه، وده اثر عليهم في الملعب، ما كانش هادينا زي. لكن بشكل عام كان شايف مروان كان مؤدي دوره بشكل كبير جدا جدا رائع، كان واحد يمكن لم يكن افضل لاعب في المباراه امبارح. يمكن انا بس قصه برضو هرجع للجيم، وبس طبعا انا عارف ان كل مدرب ليه دماغه وليه قناعاته. يمكن عرفت بحضرتك ان محمود اتغير عشان خاطر مصاب، متولي اتصاب. لكن انا كان ليه علامه سيئه على عبد المنعم، بالذات ان احنا كنا النادي الاهلي كان في كل الكور الثابته بيقدر بيعمل منها خطوره كبيره جدا. كان على تغيير عبد المنعم وكنا نقدر في الوقت ده ان احنا على الاقل من كره ثابته، كان 2-2 نقدر من كره ثابته نخطف، واحنا خطفنا من كره ثابته. محمد عبد المنعم جاب الجول الثاني من كره ثابته، فكان عندي حاجه احنا ناجحين فيها. فخروج عبد المنعم، عبد المنعم جاب الجول الاولاني بالظبط، الشحات هو اللي جاب الثاني. انت كان بالنسبه لك وجود منعم في المباراه انه يستمر مهم عشان الكره الهوائيه، واقدر اغير. انت شايف زائد تغيير هجومي يا استاذ احمد، بدل ما كنت النهارده سردباك بسردباك، يبقى عندي تغيير هجومي اقدر اشتغل بيه، بالذات ان كان فاضل كام، حوالي 10 دقائق. طب خليني اسالك بالسؤال بشكل ثاني، سان داونز فرقه كره محترمه، ده ما فيش اثنين يختلفوا عليهم جدا، لكن انا بشوف ان عندهم نقاط ضعف كتير جدا كابتن هشام. هل بتشوف انه الاهلي قادر، وايه الاسباب اللي تجعله قادر على انه يكسب سان داونز في ملعبه؟ كان في امبارح نقطه النادي الاهلي ما استغلهاش. سان داونز كان خايف من الاهلي، كان خايف قوي، كان خايف جدا، ودي كان نقطه. كان النادي الاهلي عارف لما يكون في فرقه خايفه منه بينزل في خلال ربع ساعه تلت ساعه يخلص عليهم، هو ما حصلش امبارح، فده ادى ثقه يا احمد لسان داونز، خلاهم حسوا لا ممكن ممكن، وحصل. احنا النهارده برضو لازم هاني يفهم ان انا النهارده كباك رايت قصتي 50-50، مش بهاجم بس، لان احنا ضربنا من ورا هاني، ودي هو مش هاني بس بصراحه، هو امبارح خط دفاعنا ما كانش في حالته بصراحه. الهدفين اللي استقبلتهم شباك النادي الاهلي بالاضافه للكم الرهيب، خلينا نعترف انه سان داونز امبارح كان خطير، مش بس في الهدفين اللي سجلهم، بس انا بتكلم يا استاذ احمد مؤكده تمام في كوره يعني اتكررت لا يقل عن 6-7 مرات في الماتشات اللي كانت بتحصل. دايما الاطراف بتاعنا في عندهم مشكله، يمكن علي معلول مظبط القصه دي، حتى طلوعه بدا بحساب النهارده. هاني انا لازم اكون عندي الفكر ان انا النهارده لو ما اتضرب يعني لازم رقم واحد ادافع كويس، لان انا ما بلعبش فرقه قليله يا زحمه. ايوه انا بلعب فرقه من ابطال افريقيا وعندهم باع كبير جدا، فانا النهارده لازم اقفل كويس وابني دي. الشوط الاولاني انا رحت والناس بدأوا يشتغلوا في الولد درجة اسمه مش فاكر اسمه اللي هو الاشرف الشمال ده، عمل لها كل عن 3-4 كور، يبقى اقف شويه لحد ما وحصل منها الجون اللي اتعمل بالعرض. طب ليه؟ فانا انا 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 النهارده بدور عشان اجيب جون، لقيت نفسي متاخر بجون الزعيم، متاخر بجون. الفرقه دي تهاجمها في ملعبها ولا تلعب معاها متحفظ، ولا البونت هناك مكسب بالنسبه لك؟ النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي يقدر يرجع تاني بشكل جيد، ولكن انا بتكلم برضو لازم يبقى في تحفظ. انت خايف من ماتش القطن مبدئيا قبل ما نروح لسان داونز؟ انا اي فرقه بعمل حسابها. انت النهارده انا معاك، انا معاك في ده طبعا. انت قلت كلمه في البرومو كويسه جدا، فرقه مش في دماغها، وما تخافش غير من الفرق اللي في دماغها. عايز النهارده بيلعب للاستمتاع، بلعب النهارده عشان اظهر نفسي قدام الاهلي. قصتهم صعبه جدا، ولكن انا عارف الاهلي بيقدر من المواقف الصعبه يرجع تاني. الفارق الزمني بين ماتش النهارده وماتش الكاميرون اللي بيتخلله مباراه الداخليه، ازاي تستغله افضل استغلال عشان تحضر فرقتك لمباراتين مطالب فيهم مكسب في توقيت يعني الى حد ما حرج او حساس؟ رقم واحد، انا النادي الاهلي نادي كبير صاحب بطولات وبيلعب على كل البطولات دي، لازم تبقى جوه اللعيبه.
اكيد ما موجوده دي، بس لازم انا موجوده معانا في الهلال وكانت موجوده معانا في صن داونز، فلازم تبقى موجوده لازم تبقى موجوده وما تقلش ثقتها ابدا جوانا. تتوقع تشكيله في تغيير في تشكيله ماتش الداخليه؟ في أكيد. اسماء ممكن اكيد، ما هو دي بقى النقطه، او في اسماء انت مستنيها تظهر في مباراه الداخليه؟ هي دي اللي بقى اللي انا مستنيه، يعني انا مستني النهارده حته التدوير في الفتره الجايه دي عشان خاطر نوصل اللعيبه لحال الاستشفاء اللي يروحوا لماتش القطن بشكل كبير، ويروح بعد كده ماتش صن داونز بشكل كبير بشكل استشفائي كويس، يكون النهارده رايح نفسه موجود جسمه قادر يشيله ما يكونش مجهد. فالنهارده محتاج النهارده لازم يبقى في تغيير كبير جدا في النادي الداخليه. اولا انا النهارده عندي خالد عبد الفتاح ده لعيب انا شايفه من ساعه ما جه لعيب مهم جدا، وفجاه لقيته قعد ومش فاهم برده السبب ايه، من هو دخل بشكل كبير جدا. عايز برده محتاج النهارده الصفقات الجديده، شفته كمساك ولا باك رايت؟ والله انا شايف الاثنين هايل بصراحه، انا ما بجاملش، هو اجت يعني اشتغل في الاثنين وكان هايل. ايوه كندوسي يقدر النهارده، ده لعيب من اللعيبه كده تقدر تمثل. واحنا بنتكلم مع كابتن خالد لاموشي انت قلت لي ان يعني انت مذاكر كندوسي كويس، ده يعتبر انا بعتبره نبيل فقير اللي هو بتاع ريال بيتيس. يقدر يلعب 10 يقدر يلعب 8، بصير رائع بيوصل بشكل كبير جدا، شويط قوي في التحاماته. مش هقول بطء، يعني في بطء ان نبيل فقير كان بيقول عليه بطء، بس هو يعني كورته لازم تطلع من رجليه صح. فرق بين ان انا اكون بطيء وفرق ان انا النهارده اعمل عليها مرتدات. يعني ممكن النهارده اعمل باص وانا في منطقه حساسه زي دي، مركز 8 او مركز 6 او مركز، يرتد عليا مرتد يعملها مشكله. فالنهارده هو عنده مش تقل، هو عنده يعني الكره بتطلع من رجله صح، بيقرا صح التحركات بتاعه الفراوده، بيقدر يقراها صح. فانا شايف ان شاء الله ان الفتره الجايه لو انا النهارده اقدر استغله، اقدر استغل خالد، اقدر استغل مش عارف الولد التونسي بس هو مع المنتخب طبعا، هيلعب النهارده بالمناسبه، ده انا شايف برضه من اللعيبه كويسه جدا. كريستو كان مصاب في اول مرتين، هيشارك مع منتخب تونس، سريع دليبر بكره هايل، اتجاهاته كلها ما بيحبش على الجون. طيب خلينا نستعرض معاك كابتن هشام كده شكل الاربع مجموعات في دوري الابطال. اتفضل. متابع الماتشات؟ مجموعه الاهلي والزمالك. مجموعه الاهلي والزمالك، شفت ماتش الترجي والزمالك وشفت شكل الترجي؟ لان الحقيقه الترجي واحد من الفرق لا يخوف طبعا، اللي تخوف وتعمل لها حساب. المجموعه ايه؟ عندنا بيترو اتلتيكو، المجموعه دي يمكن فيها تساوي فرص لكل الفرق الحقيقه. بيترو اتلتيكو في الصداره 4 نقاط، شبيبه القبائل الجزائري طبعا 4 نقاط، فيتا كلوب مركز ثالث 3 نقاط، معاهم الوداد طبعا اللي رجع وفاز بعد خساره اولى كانت يمكن مفاجاه في بدايه مشواره. فبالتالي الاربع من حيث الارقام الاربع فرق تقريبا قريبه من بعض. مين ترشحه او مين شايف مستواه يأهله الترشح على المجموعه الاولى؟ الوداد مش عاجبني خالص يا استاذ احمد، فحاسس ان هيحصل مفاجاه في المجموعه دي وممكن يطلع. فانا شايف شبت القبائل وبترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو فرقه يعني على فكره بترو اتلتيكو برده من الفرق اللي بتلعب كره كويسه جدا في افريقيا جدا. انت عارف فيتا كلوب كسبت الماتش اللي فات شبت القبائل، بس تشوف حاله الملعب النجيل الصناعي السيء. أيوة. عارف يعني خدوهم في ملعب يقدروا يكسبوا يخلصوا بيه معانا. مش كوره يعني؟ لا 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 مش كوره خالص. فانا متهيألي بترو اتلتيكو شبه القبائل ممكن هم اللي صعدوا. صن داونز في المجموعه الثانيه في الصداره 7 نقاط من 3 مباريات، الهلال 6 نقاط من 3 مباريات، الاهلي نقطه واحده من مباراتين، وكوتون سبورت الكاميروني 0 نقاط ايضا من مباراتين. ان شاء الله صن داونز والاهلي. صن داونز والاهلي ان شاء الله. شايف الاهلي مواجهه صن داونز والهلال مؤثره في المجموعه؟ طبعا يعني مواجهه الهلال مع القطن ماتش تاني، بس الهلال مع القطن قادر لانه كسب في الكاميرون، اكيد الطبيعي والمنطقي يكسب في السودان. مش شايفها، مش شايف مش شايفها مش شايف الهلال الفرقه اللي هي عندها استمراريه. تمام. يعني شايف الهلال اللي هي ماتش وماتش. تمام. نروح للمجموعه سي، الرجاء المغربي في الصداره وهو الفريق الوحيد، لا الترجي كمان صحيح امبارح بالمكسب حقق العلامه الكامله، دول فرقتين الوحيدين في دور المجموعات اللي كسبوا الثلاث مباريات اللي اتلعبوا. خلينا في المجموعه سي الاول، عندنا رجاء في نسخه رائعه الحقيقه، بشوفها افضل واقوى من النسخه اللي ظهرت السنه اللي فاتت امام الاهلي في دوري الابطال 9 نقاط، ثم حراك كوناكري الغيني 4 نقاط مركز ثاني، سيمبا التنزاني مركز ثالث، وفايبرز الاوغندي مركز رابع. الرجاء وسيمبا. الرجاء وسيمبا دول الاقرب من وجهه نظري. خبراتهم كمان تقيلة، سيمبا أكتر من حرية كتير. صحيح. نروح للمجموعة دي اللي فيها طبعا الزمالك المصري، للأسف الشديد الحقيقة يمكن ما ظهرش بالمستوى المطلوب بعد انتهاء لعب 3 ماتشات، لكن عندنا الترجي في الصدارة 9 نقاط بعد ما فاز طبعا في المباراة الأخيرة 2-0 على الزمالك، ثم المريخ السوداني بينتفض
وبيحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط. شباب بلوزداد بعد بدايه اكثر من رائعه الحقيقه، وفرقه كوره برضو يعني شدتني جدا، فرقه بتلعب كوره محترمه جدا. شباب بلوزداد 3 نقاط، ثم الزمالك برصيد نقطه واحده من التعادل مع المريخ السوداني. كان نفسي طبعا اقول للترجي والزمالك، ايوه، بس هي هنا مشكله المجموعه دي ان الزمالك راح لشباب بلوزداد في الجزائر. هي دي المشكله. أيوة. او المعضله كمان، المشاكل اللي حوالين نادي الزمالك كتير قوي. فانا متهيألي الترجي وشباب بلوزداد. الترجي وشباب بلوزداد. أيوة. عموما بالذات ان كمان المريخ راح لشباب بلوزداد. ايوه، بس عموما بصرف النظر عن ترتيب دور المجموعات، لان انت عارف يعني حتى على مستوى الاهلي بالذات يعني ممكن يبقى في تباين على مستوى البطوله الواحده، وده حصل معانا في احنا واصلين لخمسه نهائي من اصل اخر 6 بطولات، لكن في النهايه بيبقى في تباين حتى في كل البطولات دي بين مستوانا في دور المجموعات عن الادوار الاقصائيه. أيوة. شايف شكل المنافسه، سيبك من الترتيب وسيبك من الموقف لغايه دلوقتي. أيوة. شكل المنافسه على البطوله السنه دي ازاي؟ مش هلاقي فيها مفاجات، مش هتلاقي يعني المفاجات، مش متوقع في حصان اسود ممكن هيبقى لحد دور يعني مثلا كتير ودور ال 16 او الثمانيه. لكن بعد كده اللي هيكمل هو الفرق. هي الحاجه الوحيده اللي انا حاسس انها من بدري هتمشي الوداد. الوداد مش هيقدر يكمل، يمكن تغيير المدرب، انهم تالي غيروا المدرب، فممكن في كلام على اقاله مهدي النفطي فيمكن تغيير المدرب، عارف برضو الشده الجديده من المدرب جديد، لكن انا ما شفتش اداء خالص الوداد بشكل جيد. فانا متهيألي الاهلي، سان داونز، الترجي، حد من الثلاثه دول هيبقى صاحب البطوله. الموسم ده هو يمكن اطول موسم، اصعب موسم، اكثر عدد بطولات بيشارك فيها الاهلي في موسم واحد. أيوة. ومنهم يمكن 4 بطولات على مستوى الكلاس ايه يعني. اكثر التحديات اللي بتواجه مستر كولر، وشايف انه عليه مع طبعا وجود مشكله الوقت دايما. أيوة. العامل الزمني بالنسبه لاي جهاز فني عايز يشتغل مع ويطور ويعالج مشكلات بيبقى محتاج وقت، لكن اكبر التحديات اللي بتواجه مستر كولر في السيزون ده مع الاهلي من وجهه نظرك كابتن هشام؟ حاجتين، الاجهاد وتلاحم المباريات. انا عشان اطلع من الكلام ده كله الاستشفاء بشكل كبير، ده متهيألي جهازه يقدر، جهاز استشفائي طبي هايل بيقدر يخرج لعيبته، التدوير. لو قدرت النهارده عمليه التدوير بين اللعيبه بشكل كبير جدا عشان خاطر تلاحم مباريات والبطولات الكتير، النادي الاهلي هيرجع اللي احنا منتظرينه ان شاء الله. مين اللعيبه اللي تنتظر منها دور كبير مع الاهلي في الفتره اللي جايه؟ مين الاوراق اللي تراهن عليها او كهربا؟ تراهن عليها كهربا. كهربا انا شايفه ما شاء الله من الناس اللي عندها ثبات في المستوى. انت عارف برضو احنا كلاعيبه الثبات 3-4 ماتشات بنبقى هايلين كده، بس انا عايز ثبات موسم بحاله، 2 موسمين 3. انا شايف كهربا، شايف مروان، عبد المنعم، معلول، دول لعيبه اللي هو العمود الفقري بتاع التيم، يقدروا ان شاء الله باذن الله تعالى يعملوا فرق كبير. يعني مركز راس حربه يبدو انه صداع في راس كولر، وحتى اللحظه شارك فيه عدد كبير جدا من اللاعبين. يعني شادي حسين شارك لفترات، شريف طبعا شارك لفترات، كهربا شارك فترات، بيرسيتا وشارك في فترات، وفي بعض الماتشات افتكر ان كمان برونو سافيو لعب في الحته دي. صداع، الحل فيه من وجهه نظرك ايه؟ بيرسي تاو انا شايف من اول يوم هو 11 7 و11 هو او 10، لكن هو يعني حته 9 دي بيرسي تاو شايفها بعيد تماما انه يكون راس حربة صحيح. هو على اساس ان هو بيشتغل بيه مستر كولر على اساس ان هو فرود وهمي، مش الفرود اللي هو المحطه. ولكن النهارده اجي هو هي الناس منتظره من النادي الاهلي، فرود النادي الاهلي ان كل ماتش يجيب جول، ودي صعبه. يعني هم منتظرين فاروق النادي الاهلي. لكن مين الاقرب من وجهه نظرك كابتن هشام؟ كهربا شريف. كهربا شريف بالترتيب كده. لان برضو احنا عندنا بيرستا وعندنا كهربا، عندنا شريف، عندنا الرابع عندنا بيرستا وشريف وكهربا وشادي. وشادي دول اللي شادي بيلعبوها بشكل صريح. ادى مردود في الاول كويس جدا. ايوه. هو فيرود كويس جدا. بس انا عارف برضو شادي بيحب يتحرك. هو مش فيرود صندوق من ايام سيراميكا، هو بيحب يتحرك يمين شمال، فده مش فيرود صندوق. انت عايز فيرود صندوق، فانت عندك اللي اشتغل رقم 1 كهربا، رقم 2 شريف. صحيح النتيجه ما كانتش مرضيه او ما حققتش يعني امال واحلام جماهير النادي الاهلي، لكن خلينا نقول انه اهم حاجه انه في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي كل شيء ما زال بايدينا احنا، ومش مرتبط بحسابات الاخرين. وباذن الله ان شاء الله بدايه من مباراه الداخليه يقدر مستر كولر مع نجوم النادي الاهلي يطلعوا الكيرف تاني فيه تصاعد، ونقدر باذن الله نتخطى دور المجموعات ونوصل باذن الله ان شاء الله النجم ال 11 في تاريخ النادي الاهلي. بشكرك كابتن هشام، نورت الدنيا وشرفتنا في السادسه، وبشكرك على وجودك معانا. انا اللي بشكرك، وسعيد اني ابقى معاك دايما يا استاذ احمد. شكرا جزيلا. وبالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله
باذن الله يرجع تاني اللي هو عايزه باذن الله زي ما عودنا ان شاء الله باذن الله. مفيش ياس مفيش مستحيل مفيش نحن لا نعرف الاستسلام وباذن الله قادرين ان شاء الله وكلنا ثقه واتمنى من الجمهور انه يقوم بدوره الطبيعي جدا في المرحله اللي جايه ويدعم الفريق وباذن الله قادرين نتخطى كل المواجهات الصعبه اللي هتقابلنا. بشكركم على المتابعه، نتابع حلقه جديده من السادسه، تحياتي لكم.